انا عامل حتى الان 31 عندي محترفين، انما كل مدرب يجي عاوز الجاهز، ما حدش بيزق الناشئين، رغم ان منصب رمى عثمان عاوز يزق الناشئين، انما انت عارف حاله الفرقه طبعا والنتائج ما بتساعدش انك تزق اي ناشئ دلوقتي، فربنا يسهل. انما انا عاوز اطمن جماهير الاسماعيلي وشعب الاسماعيليه ومحبين الاسماعيلي، بقول لهم عندنا ناشئين على اعلى مستوى، احنا بننافس في بطولتين، احنا الاول في 99 والثالث في 2003، رغم 2003 اول مره في حياتهم يلعبوا 11 ضد 11، يعني بيلعبوا خماسي ورباعي ويعملوا دوائر. وبعدين عندنا 97 عندنا ما بيلعبش عندنا غير 2-3 من الفريق الاول، انما برضو عندنا ناس موجودين. احنا 97 السنه دي احنا مقيدين 9 و14 و15 واحد للفريق الاول، 99 عندنا حوالي 8، بعدين عندنا 2001 و2000 حوالي 6 لعيبه، يعني عندنا 31 عقد اللعيبه. انما لو جت الفرصه وزق اي حد هبقى عندنا، مش هنحتاج نجيب حد من بره. اتمنى برضو اننا بس نقف على رجلينا ونتائج تتصلح ويزقوا حد من اللعيبه اللي موجودين عندنا. مشكلتنا ان كل مدرب يجي عاوز الجاهز، عاوز نتائج، لانه ما بقتش زي الاول انت بتصبر على اللعيبه. يعني كلنا بنطلع جيل واحد مع بعض. انا حضرت 3 اجيال في النادي الاسماعيلي، فانت دلوقتي لما بيجي عندك 2-3 بتجيب 2-3 من بره، على ما بياخد وتزق لعيب، فالناس مش صابره. لو ناس صبروا علينا، وانا اقسم بالله احنا الاسماعيلي، شوف احنا ترتيبنا النهارده ال 14، الاسماعيلي الرابع الخامس، مش هقل عن كده، وحاسبوني على الكلام اللي انا بقوله، بس هي تمشي يعني. ها شويه ماتش البتروجيت يعني ها جبنا جول وتاني تايم كنا وحشين، انما مكسب يعني هيجيب مكسب وهنرجع تاني. الاسماعيلي محتاج انه اللعيبه يبقى عندهم ولاء وانتماء للفانيلا اللي لابسينها، انما اللعيبه دول مش حاسين بجماهير الاسماعيلي، مش حاسين بشعب اسماعيليه، مش حاسين بمحبين الاسماعيليه، بينزلوا خايفين. يعني جاب جول في بتروجيت ممكن يجيب الثاني والثالث، انما خوفين اللعيبه، ما عندهم ثقه في نفسهم. في لعيبه للاسف الشديد جبناهم في الاول ما يستاهلوش يلبسوا فانيله نادي الاسماعيلي. اي واحد بيزور ما عندوش شرف، اي نادي يزور تبقى تعرف انه ما عندوش شرف. لكن انت بتلعب، يعني انا في احد الانديه بيلعب معايا، لعب معايا 99، لعب ضدي 99، ولعب ضدي 2001، ولعب ضدي 2003، خدت صورت وخدت الورق، رحت اتحاد الكوره قال لك مزور بس اثبت ورقه سليم، بس مزور شكله كده يعني. فانا للاسف الشديد انا عاوز انقي كلام كويس عشان اسامه، بس يمكن اول مره التقي بيه، فبقول له عيب قوي لما يبقى واحد بيلعب على بطوله وانت بتاخدها بدون حق، مش بتاخد بطوله، خد 100 بطوله. المهم عشان تبقى مدرب ناجح وتبقى قطاع ناجح انه كل فرقه بتدي 3-4 لعيبه للفرقه اللي فوقيها، ده المهم، ده الاساس. فانا بفتخر، بقول لك عامل 31 عقد، انا بفتخر، ما حصلتش في تاريخ نادي الاسماعيلي ولا هتحصل بعد ما امشي، مش هتحصل، لان انا ظابطها كويس، صح، ما عنديش واسطه، ما عنديش حد بياخد حق حد، يعني عارف ظابطها وشغال بما يرضي الله. ولذلك في ناس كتير هيموتوا مني، حتى من المدربين اللي موجودين اللي كانوا بيسترزقوا، انا قافل عليهم الحنفيه، فبيطلعوا يتكلموا ويرتنوا في الكلام، واللي يطلع يقول لك انا مدير فني قطاع، واللي يقول لك انا مشرف عام القطاع، واللي يقول لك انا رئيس القطاع، واللي يقول لك انا يعني عارف كل واحد بيدي نفسه لقب، وهم بره النادي. يعني للاسف الشديد يعني اتمنى انه تفضل الحنفيه مقفوله، مش بعد ما امشي الحنفيه تتفتح. انا معايا مجلس الاداره، معايا المحبين الاسماعيلي، معايا مدربين الاسماعيلي، معايا عمال نادي الاسماعيلي، العمال طالعين عليهم في الملاعب. تخيل احنا لما عندنا ملعب اتمرن عليه 4 فرق، والعمال طول النهار ده يدخل لبس وخرج لبس، دخل معدات، وده احنا بنشتغل كل نادي الاسماعيلي. انا بشتغل براحتي، لان اخذ كارت بلانش من نادي من مجلس الاداره، ان انا بتصرف يعني انا الاول والاخر، وبارك بقى لهم في الحاجات الماديه، الحاجات اللي فيها مشاكل، انما الحمد لله انا اللي مسؤول، وانا في الاخر يحاسبوني النتائج ايه، ولو ان انا ما بلعبش على النتائج، انما الحمد لله النتائج مرضيه الحمد لله لابعد الحدود. انما انا بطلع لعيبه، والاساس انا بطلع لعيبه الدرجه الاولى. وبعدين اقول لك اول مره في تاريخ نادي الاسماعيلي من يوم ما انشئ من سنه 24 يبقى عندك 15 ناشئ في المنتخبات، اول مره في التاريخ. لما كنا بنروح 3 لعيبه و4 لعيبه بالكتير قوي، واثنين بيلعبوا، بقى انت عندك بيلعب كلهم بيلعبوا، طب انت عاوز ايه؟ ده قمه النجاح اللي احنا فيه.